المرض ينحدر من راس يبل والعافية تظهر من خرق إبرة. لفظياً المرض يأتي من رأس جبل وتظهر العافية من خرم إبرة. معنوياً يؤكد المثل بأن المرض يحجم على الإنسان فجأة، لكن الصحة تعود إليه ببطء شديد كما لو أنها تعود من خرم إبرة، كناية عن أهمية الوقاية من المرض والاعتناء بالصحة.